أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج من أول السطر. التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي بقت هي الوسيلة العامة في العصر الحالي للتواصل مع الآخرين، وده نتيجة لاختلاف الصفحات والمنصات اللي بقت موجودة، وبقت وسيلة لانتشار لأخبار، وسيلة لظهور لأشخاص، وفرص لظهور مواهب، وكمان فرص لوظائف. بس على النقيض، في فريق بيشوف ان صفحات التواصل الاجتماعي او المنصات للتواصل الاجتماعي قللت الحميمية في العلاقات. وبين فريق مؤيد وفريق معارض، هنتكلم النهاردة مع دكتور خالد بحجت، احد مؤسسي منصة The Power of Social Media. اهلا وسهلا دكتور خالد. اهلا بحضرتك، وشرفتنا في برنامج من اول السطر، ورمضان كريم. في البداية عايزين نعرف من حضرتك ازاي جت فكرة البيج بتاعت The Power of Social Media. بصي، بيج The Power of Social Media بدأت اخر 2016. احنا راوند اولموست بقالنا 6 سنين موجودين. بدأت من زميلنا محمد وانس، هو مهندس حاليا في دبي. زميلنا كنا عادي الناس عند بعض على الفيسبوك عادي، هو كده في يوم بوست يعني قال انا عايز اعمل زي منصة تخدم المجتمع بتاعنا من الناحية الطبية. فبدأ قال مين انترستد او مين حابب يبقى معايا نفكر في الفكرة ونكمل فيها. فناس كتير جدا دخلت قالت يلا بينا نفكر في حاجة زي نعمل، وانا كنت منهم طبعا، انا وفي جيش ورانا كبير جدا يعني. فبدأت من هنا الفكرة، فسميناها The Power of Social Media. فبدأنا بقى من ساعتها لغاية دلوقتي احنا موجودين يعني. أكيد اخترتوا الاسم ده بسبب حالة معينة أو تجربة معينة قدرتوا تلمسوا منها نتيجة يعني السوشيال ميديا قد إيه كان ليها دور مؤثر أو قوي، عشان كده قدرتوا يعني اخترتوا الاسم ده بالذات The Power of Social Media. بص، احنا خدنا الاسم من اللي أنت قلتيه بالظبط في الأول يعني. احنا على السوشيال ميديا فيها حاجات كتير حلوة جدا وحاجات كتير وحشة. فاحنا كان كل هدفنا في الأول وفي الآخر إن احنا نبقى منصة من البلاتفورم بتاع الفيسبوك تخدم المجتمع في الناحية الطبية. فجاء من هنا بقى الاسم بتاعها اللي هو التأثير على الناس او دبار في السوشيال ميديا، تبقى ده اسمها يعني. وانتم مجموعة اطباء متطوعين، يعني انتم في القطاع الخدمي الطبي، يعني لما بيكون مثلا في كيس محتاجة عملية جراحية، محتاجة دواء معين، تحاليل، ايا كان، ده الاطار بتاعكم. يعني مش مثلا كفالة ايتام زي مثلا المؤسسات الخيرية التانية او كده، لا، انتم متخصصين في الجانب الطبي، صح كده؟ احنا مش دكاترة بس، احنا الجروب كله ناس كتير جدا. في عندنا قسم كرياتيف، قسم ديزاين، قسم سوشيال ميديا، قسم مؤسسة يعني على البلاتفورم بتاع الفيسبوك او الانستجرام او لينكد ان كمنصة. لكن لسه مفيش كيان مؤسسي كمقر. بالظبط، مفيش كيان مؤسسي او مقر، لكن احنا مش مختصين على الاطباء. انا قصدي مش مختصين على الاطباء، احنا تيم كبير جدا. ولا برضو ولا احنا رعاية ايتام او يعني، احنا مينلي مجال الطبي بس. تمام. طب بالنسبة بقى للمتطوعين، انتوا بتحتاجوا متطوعين معاكم تاني في المجال الطبي، ولا ممكن متطوعين خارج المجال يعني يبقوا معاكم دلوقتي؟ لا احنا طبعا بنرحب بأي حد متطوع في العمل يعني، حابب يخش في العمل التطوعي. هو بس بيعرف الرولز بتاعتنا او التيم اللي ماشي عليها. تمام. هو طبعا في الأول وفي الآخر العمل التطوعي احنا محتاجينه أكتر ما هو محتاجنا يعني. فاحنا دايما بنرحب بأي حد حابب، سواء بقى حابب في ان هو يخش في مثلا يبقى حد من يعني طبي، او حد بيعمل حاجه معينه. احنا اكتر من 12 او 13 تيم يعني، كل واحد بيعمل حاجه معينه. فيقدر يكريت له رول يعني جوه التيمز اللي موجوده. طب كلمنا يا دكتور عن الوقت بتاع كورونا، يعني دور صفحه باور سوشيال ميديا كان مؤثر جدا، خاصه في ظل وجود عجز في الكادر الطبي في مصر. يعني كلنا شاهدنا ازمه كبيره جدا، سواء في الخدمات او في التعامل مع المرضى، او حتى في الاماكن في المستشفيات. يعني قد ايه كان دوركم موجه في وقت مناسب جدا بيمر بجائحه عالميه في مصر، يعني كانت من الدول اللي بتعاني منها. بص، احنا وقت الكورونا او الكوفيد يعني ده من الوقت اللي كان صعب على الناس كلها بما فيهم احنا كمان. احنا اول ما جت الكوفيد الناس بدات تبعت لنا احنا محتاجين نسير رعايه، محتاجين احنا مركزه، محتاجين مثلا اكسجين، محتاجين ادويه ناقصه، محتاجين مستشفى، عايزين نعزل مثلا حد عنده كوفيد او حاجه. فبدات من هنا فكره ان احنا نعمل الجروب بتاع كورونا فايترز او محاريب كورونا. الجروب ده طبعا كان ليه دور كبير جدا 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 يعني في وقت الكوفيد. كنا تيم كبير بنحاول يعني، عندنا داتا بيز في كل المحافظات، ناس هتقدر توفر مثلا صيدليات عايزه توفر ادويه ناقصه، دكاتره عايزه تساعد في حالات تشخيص،
حد يعرف اماكن فيها مثلا اكسجين فبنقدر نساعده. تمام. فاحنا بصراحه كان لنا دور يعني فعال جدا في فتره الكوفيد عن طريق جروب كورونا فايترز اللي احنا عملناه ساعتها يعني. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور خالد بهجت انك نورتنا النهارده. الله يرضى. فاصل وانتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم برنامجنا من اول السطر، ونرحب بضيفتنا الاستاذه شيماء محمد احد مؤسسين صفحه The Power of Social Media. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك؟ شرفنا يا استاذه شيماء. شرف ليا. ميرسي. شكرا. كنت محتاجه اعرف منك دور الكيانات الداعمه ليكوا او الانفلونسرز او المشاهير في زياده عدد المتابعين للصفحه لحد ما وصل لنص مليون من 2016 لحد دلوقتي. يعني هو احنا الحمد لله بنلاقي تفاعل كبير قوي مع الناس من وقت ما بننزل، سواء انفلونسر سواء ناس عاديين متطوعين حابين ان هم يساعدوا الناس زينا بس من بطريقه اخرى، يعني غير ان هم معانا، فبيعملوا الشير، فالبيج كل مره بتكبر. فالحمد لله دلوقتي احنا دخلنا في نص مليون، فده يعني كانت حاجه فارقه، وده من وقت الكورونا طبعا فرق كليا في كيان The Power of Social Media. اكيد. طيب احنا عايزين نعرف، انتوا دلوقتي مجرد منصه، فهل في كيان مؤسسي قريبا ان انتوا هيبقى في كيان بقى ومقر ليكم؟ دي الخطوه اللي بعد كده، وعايزين نعرف تطور خطواتكم، يعني ايه اللي بتطمحوا ليه في الاونه الاخيره، يعني الفتره الاخيره بالظبط. ان شاء الله باذن الله فعلا احنا قريبا هنعلن عن مؤسستنا، تكون مؤسسه مركزيه ان شاء الله مشهره، بس لسه باقي خطوات بسيطه ان شاء الله. طيب هل في اي يعني تخصص في عجز؟ هل في تخصص في المجال الطبي، سواء دكاتره تحاليل، سواء تخصص معين، او يعني التمريض، الصيادله، في تخصص ما محتاجين متطوعين فيه اكتر، بما انكم يعني بس مهتمين بالقطاع الخدمي الطبي؟ لا، هو احنا حاليا احنا مش بنعالج، ومش لسه يعني احنا الخطوه دي ممكن تكون الستيب بعد كده، بعد ما بنكون المؤسسه مشهره. ممكن نحتاج اطباء يتطوعوا معانا بالكشف على المرضى والحالات وكل ده، لكن احنا دلوقتي الدكاتره اللي عندنا تقريبا هم 100 طبيب مشكورين جدا طبعا، ما بيتاخروش لما بنلجا لهم، هم معانا من وقت الكورونا، وعدد محترم بالنسبه لانه موجود كان في وقت الكورونا الحقيقه. هم موجودين معانا من وقت الكورونا بالظبط، لقينا الاطباء بتبعت لنا احنا محتاجين نتطوع معاكم عشان نساعد الناس، فاوكي تمام كملنا عملنا كده فعلا، عملنا الجروب ودخلنا الاطباء معانا، وبقوا ان هم بيساعدوا الناس باستشارات طبيه، بس مش بندي استشارات. يعني ان هو حد مثلا ممكن دكتور يبص على تحليل، دور توجيهي اكتر منه، توجيهي ان هو يقول له ممكن تتوجه للمستشفى كذا، ممكن تروح قسم كذا، بس مش اكتر. يعني ما كناش بنوصف اي ادويه او بنتدخل في اي امور ان احنا نشخص حد على السوشيال ميديا. طيب بالنسبه لان انتوا دايما يعني بيبقى توجهكم اكتر للحالات الصعبه في جمع تبرعاتها، يعني مثلا حالات الضمور العضلي اللي بتبقى دايما يعني ارقام فلكيه، يعني معديه ملايين وكده، دول بتاخدوا وقت عشان ان انتوا مثلا تجمعوا لهم تبرعات؟ بتوصلوا للموضوع ازاي، وازاي برضو الحالات دي تتواصل معاكم؟ يعني انتوا بتعرفوا الحالات دي ازاي، يعني او بتوصلوا لهم ازاي؟ احنا بيرسلوا لنا على الرسائل البيج، بنبدا نتعامل معاهم ان احنا بنشوف الكيس بنعرضها على دكاتره عندنا، بيقولوا لنا تمام اوكي، بيبقوا هم تقريبا احنا اخر ستيب ليهم، يعني هم بيبقوا مخلصين كل الورق، عاملين حساباتهم تحت وزاره التضامن الاجتماعي الاشراف الكامل، احنا ما لناش اي علاقه، احنا مجرد ان احنا بنعلن لهم وبنساعدهم في جمع تبرعات. بالظبط. وسيط، احنا يعني مجرد وسيط ان احنا بنعلن طبعا. تمام. بنتاكد، وده لان هم مجرد ما بيدخلوا صحه التقارير اللي بتتقدم. طبعا لان اصلا حضرتك لما بيجي لك كيس كده بتبقى اسمها بينزل على فوري، فطبعا اللي بينزل ده المسؤول عن الاشراف على وزاره التضامن الاجتماعي. احنا كل الحكايه ان احنا بنساعدهم، ان احنا بنشير ليهم، والحمد لله احنا يعني مجمعين رقم كويس. في اكتر من قصه نجاح في موضوع الضمور العضلي بالنسبه للاطفال بالذات، يعني حالات حرجه جدا نجحتوا الحمد لله، ربنا انتوا يعني توصلون لبر الامان. فريده كانت من ضمنهم بالظبط. احنا الحمد لله في خلال الست شهور الاخيره يعني عاملين طفره الحمد لله كويسه جدا، يعني طبعا بمساعده الفولورز عندنا
والناس والشير، يعني ما شاء الله احنا شعب جميل جدا. قلتي كلمة شير كذا مرة، فيعني يعني التطوع هو الشير طبعا في حد ذاته، يعني اكتر من انه يبقى في جمع التبرعات على ارقام فوري او الكيس اللي بتكون محتضنة وزارة التضامن، فالشير بحد ذاته هو اللي بيجمع اكبر عدد من الناس اللي هتتبرع. لما ناس كتير تعمل شير للبوست او ناس كتير تعمل منشن لاشخاص تانية علشان يتبرعوا للحاجة، وده اللي انتوا محتاجينه كبيتش، ان انتوا توصلوا لاكبر عدد، يعني اكبر عدد على اساس ان هم يعني يبقى في عدد متبرعين اكتر، فبالتالي يبقى الموضوع اسرع يعني وتتاح. يعني اللي انا اعرفه برضو ان انتوا لو في كيس بتفضلوا عليها لغايه ما تخلصوها، بعد كده تعلنوا عن الكيس اللي بعدها. أيوة. فبالتالي لو جمعتوا تبرعات اسرع هيبقى في فرصه للكيس اللي بعدها بسرعه، وتنقذوا حياه انسان بسرعه لما توصلوا لقطاع اكبر من الناس. ده حقيقي فعلا. احنا اهمنا الاول الطبي جدا، دي اهم حاجه عندنا. احنا كل ما الكيس خلصت اسرع كل ما اخذنا غيرها، وده مش بيكون سهل لان الارقام بتكون كبيره جدا، وده بيبقى ضاغطنا جدا بشكل كبير. ما بندخلش في اي حاجه تانية خالص غير الطبي. هو بس احنا ممكن نكون في رمضان ممكن نعمل افطار، وده على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا الحمد لله بداناها بست سبع محافظات. من ثلاث سنين عملنا حوالي 5600 وجبه. ان شاء الله السنه دي نكملي، ان شاء الله هتكملوا السنه دي. السنه اللي فاتت عملنا 20,000. ما شاء الله. طب الارقام بتزيد. الحمد يعني لله، يعني الحمد لله رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه، ومع ذلك يعني احنا مش عارفين بقى هل ده هيستمر السنه دي، لسه ما اخذناش القرار فيه، يعني على حسب حضرتك. نتمنى ان شاء الله السنه دي ان شاء الله. والله واحنا كمان نتمنى زيك جدا يعني الاقتصاديه، انه ان شاء الله تكملوا على نفس النشاط. ان شاء الله. وكنت هسألك إذا في قوائم انتظار ولا لا، يعني بعد النقطة اللي سألت فيها مروة، فمن كلامك فهمت إنه ما بتقدريش تقبلي أي حالة جديدة من غير ما تكوني قدرتي تستوفي الوضع الخاص بالحالة اللي قبل كده. بالضبط. إحنا آخر ستيب زي ما قلت لحضرتك ليهم، إحنا الخطوة الأخيرة تماما. إحنا ما عندناش قوائم انتظار، مش عندنا. إحنا لما بيجينا الدكتور هو اللي بيقرر، يعني مش زبور في السوشيال ميديا، يعني بيتعرضوا على الدكاتره، بتفتح لهم الحسابات، بعدين بيجوا. واحنا ما الا احنا بنساعد بالشير، وان احنا ندعم الحاله زي كده طبعا، والناس كلها بتدعمنا جدا في ده والحمد لله يعني. وان شاء الله العدد يزيد ويوصل لاضعاف عدد المتواجدين على الصفحه حاليا. يعني عايزه الخص النقاط اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقه، واللي حضرتك وضحتيها واستاذ خالد وضحها، ان انتوا بتبقوا محتاجين العدد يزيد اكتر في الشير والكومنتس على اساس انه يوصل لعدد اكبر، تمام. وان انتوا في الخطوه اللي بعد كده ان شاء الله هيكون ليكم مقر، وهتكون كيان مؤسسي مش مجرد منصه على السوشيال ميديا، وان انتوا محتاجين برضو دعم من المشاهير والبلوجرز والناس دي، ان هم مجرد بس الشير، مش ان هم بس يعلنوا دعمهم وخلاص، لا، الشير عندهم على صفحاتهم يفرق معاكم، ان انتوا هيبقى في ناس عن طريقهم، ولان هم ناس مؤثره هيبقى في ناس عن طريقهم بتدعمكم اكتر، والموضوع هيبقى يكون اسرع في جمع التبرعات للحالات. واللي حتى مش قادر ان هو يتبرع ماديا، يكفي بس ان انت تعمل شير للبوست، فانت كده شاركت في مساهمه في فعل خير يعني، وانقاذ حياه انسان باسرع وقت، بدل ما يكون مستني لغايه ما العدد حقيقي الشير بننشر، لان ممكن كيس نازله حد محتاج مثلا مكان في مستشفى، يكون حد مثلا يقدر يوفر له المكان ده فبيدخل يساعده، او يمنشن حد هو عارف ان هو يقدر يساعده، حد مثلا عارف ان عنده الدواء ده، او يعني ان احنا بالشير والمنشن يعني قد كده بيفرق، يعني ما يستصغرش ان المنشن او الشير ممكن يفرق في حياه شخص مريض او طفل او اي حاله وصل لمرحله حرجه. الشير ده هو بمثابه التبرع الحقيقي بالنسبه للسوبر سوشيال ميديا. صح. واحنا بنوجه في ختام حلقتنا رساله لكل شخص مؤثر وكل شخص عنده عدد من المتابعين، انه يدعم صفحه باور اوف سوشيال ميديا، لانك حتى وانت في رمضان فيكون الثواب مضاعف، وعن طريقك ناس كتير هتعرف الصفحه اكتر، هي حققت نجاح بدليل ان هي صفحه مساعدات انسانيه طبيه بقى عددها اكتر من 500,000، وده شيء كويس جدا يعني. ولكن احنا نطمح في المزيد على اساس يكون في عدد حالات اكتر، وعدد ناس بنقدر ننقذهم اكتر. وحتى لو مش هيكون في كل حد بيعمل شير هيوصل لمتبرع، فعلى الاقل هنوصل برضو الناس
حالات إنسانية عايزة حد يعرفها بالصفحة عشان من خلال الصفحة تلجأ للصفحة فالصفحة تساعدهم. يعني احنا كده بنستهدف قطاعين، قطاع الناس اللي بتتبرع والناس اللي هي اصلا محتاجة للتبرع طبعا عشان في المجال الطبي والصحي، يعني ان هي حالة زي الضمور العضلي او حالات بالزبط. كتير طبية. بنشكر حضرتك جدا استاذة شيماء محمد، شرفتينا النهاردة وبالتوفيق والنجاح دايما. وكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقه جديده من برنامجكم نقطه ومن اول سطر.